نرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر الماضي، بيستعد غدا إن شاء الله مئات الناخبين وعشرات الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، بالإضافة أيضا إلى ملايين التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 13 محافظة على مستوى الجمهورية. أكثر من 27 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات البرلمانية والمقيدين في جداول الانتخاب، من المفترض أن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع غدا إن شاء الله للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم ونواب البرلمان القادم، أهم ويعني أخطر برلمانات مصر في تاريخها الحديث. للتفاصيل أكتر والحديث بشكل يعني مختلف عن ملامح المرحلة الثانية والاستعدادات، وأيضا ما إذا كانت ستحمل المرحلة الثانية ملامح من المرحلة الأولى أم حيكون الوضع مختلف كلية على مختلف المستويات، سواء من حيث المشاركة أو يعني الفائزين وخريطة البرلمان القادم، أيضا توقعاتنا ليها في سياق هذا الحوار مع الأستاذ عادل السنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ. أهلا بكم مشاهدين من الأخبار. أهلا حضرتك، واسمح لنا قبل ما نبتدي حوارنا بشكل مفصل نخرج لتقرير نتعرف فيه على يعني تفاصيل المرحلة الثانية إن شاء الله اللي بدأت النهاردة في الخارج وهتستمر بكرة أيضا وهتبتدي بكرة إن شاء الله في الداخل المصري في 13 محافظة، ثم نعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لبدء الحوار. مصر على اعتاب الانتهاء من الاستحقاق الثالث والاخير من الانتخابات البرلمانية مع انطلاق الماراثون الانتخابية، فعلى مدى يومين متتاليين وفي مقر 139 سفارة وقنصلية لمصر بالخارج انطلقت عمليات التصويت للمصريين خارج البلاد، حيث توجه الناخبون الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وذلك اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم وحتى 9 من مساء ذات اليوم وفقا للتوقيت المحلي في كل بلد على حدة. اما على الصعيد الداخلي فسوف تجرى الانتخابات داخل مصر اعتبارا من غد الأحد وعلى مدى يومين متتاليين، وتجرى العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والبالغ تعدادهم 16,000 قاضي يتولون الإشراف على 103 لجان عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا. من جهتها وافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية للانتخابات، حيث سمحت ل 81 منظمات مجتمع مدني وجمعية محلية إلى جانب 6 منظمات دولية، وكذلك الموافقة ل 68 سفارة أجنبية لمتابعة الانتخابات. وكانت وزارة العدل قد أعدت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية للعمل على سرعة تدليلها على الفور، كما قرر نادي القضاء وأندية النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة إنشاء غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات والقضاء على أي معوقات قد تواجهها أولا بأول. إذن مشاهدينا الكرام، أتمت الدولة استعداداتها على مختلف الأصعدة والمستويات لإجراء جولة انتخابات تانية في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، نتمنى إن شاء الله إن هي تسير بسلاسة ويسر وفي ظل جو آمن ومستقر بإذن الله. أستاذ عادل السنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع، بنرحب بحضرتك من جديد. الاستعدادات شايفها ازاي؟ هل نفس بتسير في نفس السياق اللي سارت فيه في المرحله الاولى ام شايف في اي ملامح مختلفه في المشهد الانتخابي؟ يعني لو بسم الله الرحمن الرحيم قلنا الاولا على مستوى الاستعدادات الاجرائيه، اعتقد انه الاستعدادات على قدم وساق، يعني الاجهزه الامنيه كلها اتخذت اجراءاتها زي المرحله الاولى بالظبط، ربما اكثر كمان. احنا شفنا يعني القوات المسلحه قالت انه في 160 الف مقاتل هيأمنوا، وزارة الداخلية هتأمن، أعتقد أنه قبل الانتخابات كمان تم إجراء ضربات استباقية أيضا لأي محاولة تعكير صف المشهد الانتخابي. يعني أنا توقعي زي المرحلة الأولى أنه لن يحدث شيء، يعني الناس كتير قوي المرحلة الأولى تخوفت أنه يكون أي شيء يحدث يعكر صف الانتخابات، لكن لم يحدث. هذه المرة أيضا لم يحدث، رغم يعني أنه يعني هذه المرحلة يعني
يعني بتجري انتخابات فيها في مدن جنوب وشمال سيناء والظروف الامنيه هناك، لكن اتوقع انها هيكون يعني حضرتك شايف انه بالرغم من خصوصيه وضع بعض هذه المحافظات انه ان شاء الله هيتسير الامور يعني على ما يرام. ان شاء الله هتسير الامور، انه الاجهزه الامنيه الجيش والشرطه واخدين اجراءاتهم واستعداداتهم بشكل كبير جدا، لانه ده تحدي ان تمر هذه المرحله من الجوله الاخيره بقى للاستحقاق السياسي الاخير يعني لخريطه الطريق بسلام باذن الله. بالتاكيد طبعا هيبقى في منافسه شديده جدا، يعني انت بتكلمي على كتل سكانيه ضخمه جدا، بتكلمي على القاهره بكل تنوعاتها، على المنوفيه، على الداخليه، على القليوبيه، في منافسه شرسه، لان يعني من يعني هذه الجوله خدت حقها تماما، يعني المرشحين اللي فيها يعني استغلوا الجو من الجوله الاولى وما قبلها وطول الجوله الاولى ثم الجوله الثانيه لمده شهر او اكثر، يعني اظن انه كمان اصبح هناك وعي من الناخبين بالمرشحين ومعرفه بيهم، واصبح كمان بما يميز المرحله دي كمان في نسبه في زياده وعي، يعني زياده وعي من الناخبين بالمرشحين وبالقوائم ايضا، لان احنا عندنا داخل المرحلة دي القوائم برضو في 4 قوائم داخلين في القاهرة تحديدا، وفي القائمة الكبيرة اللي هي بتضم الوجه البحري، ثم القائمة الصغيرة اللي هي 15 مقعد في مدن القناة وجنوب وشمال سيناء، فأصبح هناك وعي هذه المرة. وأظنه كمان من حسن حظ، يعني من ضمن الايجابيات، في ايجابيات كتير قوي المرحله دي، الايجابيات الاهتمام الكبير جدا من وسائل الاعلام اللي هي تقاعست او ما عملش بدورها في المرحله الاولى، لا وكانها اتفاجئت بانه كان في بكره رمضان زي ما بنقول، يعني لكن هذه المره لا كان في يعني لو تقييم اداء الاعلام لا كان في اهتمام بنسبه كبيره جدا هذه المره بتوعيه الناس بالانتخابات. شايف ان ده تم بشكل بقى، بما اننا بنتكلم عن تقييم الاداء الاعلامي، تم بشكل مهني وشكل محايد ربما افضل من المرحله الاولى، لانه كان في بعض السلبيات وجهت الى الاداء الاعلامي في المرحله الاولى وخصوصا بعد يعني الجوله الاولى تحديدا. يعني بص، ما فيش شيء مثالي 100%، لكن المهم احنا هنبص للشيء الايجابي، لانه خلي بالك وبنبص للتفادي برضه السلبيات. ما انا عايز اقول لك حاجه، اسف، بعض الفضائيات لها مصلحه مباشره في الانتخابات البرلمانيه، يعني خلينا نقول بشكل صريح، انما اجمالا هنقول يعني يمكن التلفزيون المصري كل قنواته القنوات الخاصة أيضا الكل كان مهتم برضو بتعبئة الناس، بتوعية الناس، بشحن الناس، بتشجيع الناس وتحفيزهم على النزول للمشاركة. بالتأكيد أنه بعض القنوات لها مصلحة مباشرة أنه لها مرشحين في الانتخابات، فكان الترويج لهم أكتر، لكن هذا هو الواقع، يعني هو واقع السياسة في مصر. لكن إجمالا أنه كان في اهتمام أكبر من الجولة الأولى، فعشان كده بقول أتوقع أنه نسبة الإقبال هذه المرة هتكون زيادة. جزء تاني كمان، المرشحين هذه المرة بصراحة شديدة جدا بذلوا مجهود كبير جدا، يعني حتى على المجلس وعلى المقاعد الفردية، إذا كنا بنقول أنه في 60 مقعد قوائم، فأنت لسه عندك باقي ال200 وشويه الفردي، فكانت في فتره طويله جدا لان الناخب يعرف، وخاصه لانه في وجه بحري المسائل بتكون معروفه اكتر من حيث حتى المسافات الجغرافيه القريبه، فيعني الناخبين عارفين دلوقتي المرشحين كويس جدا، فهيكون هناك في منافسه جديده، وخاصه انه بعض الدوائر بيبقى في مثلا عليها 3 4 مقاعد بترشح لها اكتر من 70 و80، فهيبقى في منافسه شديده جدا، يعني ممكن اكتر الدوائر الواحد بيستغرب لها دائره مدينه نصر. ده حقيقي. يعني حاجه كتير عدد المرشحين كتير قوي، 70 او اكتر. طب مرشح. بالمناسبه دي استاذ عادل بقى برضو ممكن نشرح مره تانية للمشاهدين علشان يكون في بقى برضو وعي اكبر، الفرق ما بين المرشح الفردي والفردي المستقل والقائمه، يعني في محاوله لان احنا نوضح الصوره بشكل يعني اكثر. يعني القوائم عندنا 4 قوائم نظريا، يعني في قائمه
في حب مصر، في التحالف الجمهوري، في الكتلة وتيار المستقبل رغم انهم اعلنوا انفصالهم، في قائمة النور. احنا نلاقي ده في القاهرة، بعض القوائم مش داخلة في واجب احدي يعني، فالقوائم في بعض حب مصر في ائتلاف من عدد من التيارات السياسية الموجودة على الساحة والأحزاب المختلفة، اللي مش معناها انه لما تنجح عبر القائمة وعشان يخش البرلمان هشكل حاجة اسمها كتلة، لا يعني اعتقد ان المسألة هنا هتخضع للموامات السياسية والموافقات داخل البرلمان والتحالفات الجديدة اللي هيتم تشكيلها داخل البرلمان. الفردي انا زي ما احنا شايفين في يعني هناك تنوعات كتيره جدا من التيارات السياسيه داخله، شايفين في مفاجات حصلت برضو في الجوله الاولى يعني، زي بعض الاحزاب زي مستقبل وطن، زي المصير الاحرار، كان هناك ظهور ايجابي، نتائج غير متوقعه، ممكن التوقعات كمان ممكن ياخدوا مقاعد اكتر، فيبقى عندنا وجوه جديده واحزاب جديده غير تقليديه داخل البرلمان، واعتقد هذا درس للاحزاب التقليديه القديمه انها تعيد اوراقها تاني بعد هذه الانتخابات علشان يعني ازاي تستعيد القاعده الجماهيريه اللي كانت ظاهره مهمه. طيب اسمح لنا هنرجع للظاهره المهمه دي لانه مهم جدا، واحنا بنحلل الخريطه البرلمانيه والمشهد البرلماني والانتخابي، بس نتعرف على برضو اجواء التصويت في الخارج واللي بدا النهارده ان شاء الله 9 الصبح حسب توقيت كل دوله. احنا معانا من السعوديه الاستاذ صبحي شبانه مدير مكتب روزا اليوسف بالرياض. اهلا بحضرتك استاذ صبحي. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير لك ومشاهديك الكرام. صباح النور يا فندم. هل بدات السفارات والقنصليات، السفاره والقنصليه في الرياض فتح ابوابها للناخبين؟ بدأت بالفعل الانتخابات صباح اليوم، بدأت من الساعة 9 حوالي ساعة ونص تقريبا. الانتخابات في السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة، وبدأ يتوافد الناخبون لإتمام الاستحقاق الثالث من الدستور، وهو انتخابات البرلمان التي تجري اليوم في 13 محافظة ويشارك فيها المصريين في الخارج مشاركة ملحوظة وجيدة كناخبين ومرشحين. نعم. طيب أستاذ صبحي، من خلال تواجد حضرتك في الرياض شايف ازاي او تقييمك لمدى وصول الناخبين او وصول عفوا المرشحين للناخبين في الرياض، الناخبين المصريين، هل كانت في هناك فرصه بالفعل لدى الناخبين او المصريين المتواجدين في الرياض للتعرف على المرشحين، على توجهاتهم، على مواقفهم السياسيه، ومدى ملائمتهم للوصول الى البرلمان القادم في مصر؟ هو حضرتك اذا كان السؤال هو عامة يعني وسيله التعرف، التعرف على المرشحين، فبالتالي اكيد المصريين هم اللي في السعوديه لديهم اتصالات باهاليهم واقاربهم وفي مصر فيعرفون. وفيما يتعلق بالمرشحين اللي هم المرشحين الذين دخلوا لتمثيل المصريين في الخارج، فبالتاكيد هم على صله بهم واتصال بهم، وبالتالي في حوالي عدد كبير معروف لديهم مرشح بالفعل من خلال التكتلات في حفظ مصر او مستقبل وطن او التحالف الجمهوري او الى اخره. هناك وسائل كثير للتعرف يعرفها تقريبا المصريين في الخارج، يعني ينتخبون من يعرفونه على وجه الدقة أكثر يعني. طب كلمنا عن الاستعدادات اللي قامت بها السفارة المصرية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة بشأن التيسير طبعا على الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات البرلمانية. هو طبعا حضرتك أنت عارفة أن دي المرحلة الثانية من الانتخابات، وسبقها المرحلة الأولى كانت في شهر أكتوبر الماضي من حوالي شهر. صحيح. استعدادات أن السفير سواء السفير الحالي اللي هو الأستاذ حمدي زغلول او السفير السابق اللي هو عفيفي عبد الوهاب الذي انهى مدته الشهر الماضي، هناك استعدادات ضخمه جدا وهائله في استقبال الناس سواء من الكوادر الموجوده في السفاره المصريه او العناصر التي امدتهم بها وزاره الخارجيه المصريه قبيل بدء الانتخابات بشكل مباشر. حقيقه تستطيع ان يعني ان تصف
قدوم المصريين الذين يتواصلون الى السفارة من اماكن بعيدة، يعني قد تبعد 500 كيلو 600 كيلو سواء في الرياض او في جدة، الى انه يوم فرح يلزم المصريين باهاليهم واسرهم للإدلاء بأصواتهم في جو جيد، يعني جو يعني فرح في حالة من الـ من الـ من الـ من الفسحة، يعني كأنها فسحة، يعني خصوصا ان يوم السبت يوم هو يوم أجازة في المملكة العربية السعودية. فلا أعتقد ان يعني هذا يعني إيجابي، بيعكس وضع إيجابي للسياسة المصرية في السعودية، خصوصا ان برضو انا أعتقد في خلال الساعات القادمة سوف يزيد عدد المصريين الذين يتواصلون على السفارة او القنصلية في جدة، خصوصا ان احنا لازلنا في أول الصباح اليوم. يعني الآن نعم. شكرا جزيلا الأستاذ صبحي شبانة مدير مكتب روزا اليوسف بالرياض. اتفضل أستاذ عادل، نرجع لحضرتك بس أعلق على يعني فعلا أنه كويس النهاردة السبت والسبت في كل دول العالم أجازة أو دول العالم كمان بالضبط فأجازة، فأعتقد أن الإقبال وتحديدا يعني تعرف الدول اللي فيها يعني تكتلات مصريين كبيرة زي الكويت، الكويت دايما هي حتى في الجولة الأولى كانت أعلى نسبة مشاركة، لكن احنا نتمنى بصراحة في أي انتخابات قادمة أن تزيد نسب المسجلين في الجداول الانتخابية في المصريين بالخارج. يعني ما نتكلم على 11 مليون مصري ونقول أن المسجلين مثلا ما بين 800 ل 900 ألف أو يمكن أقل، يعني ده برضو محتاجين ان يكون ما بيش بس يرجع لا يبقى لازم يبقى فيه اعتقد اجراءات سواء من السفارات او من القنصليات او من وزاره الهجره وزاره الخارجيه، يعني نشوف مين الناس الموجودين ولازم لازم لازم يتسجلوا بحيث يكون عندنا 2-3 مليون تكون كتله تصويتيه مؤثره، لان اصبح دلوقتي من بين القوائم في ممثلين للمصريين بالخارج، فبالتالي انا اعتقد اصبح لهم تواجد في البرلمان، فيجب ان هم يكون في كتله تصويتيه مهمة من عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية في الخارج، ما بقاش بس عشان نديهم فرصة أكبر للمشاركة واختيار برضو نواب فترة طويلة نتكلم عن مشاركة المصريين في الخارج والحقوق السياسية لهم، فلما نيجي بقى يبقى لهم حقوق مشاركة ما بقاش 700 ألف أو 800 ألف أو حتى 900 ألف، احنا محتاجين 2-3 مليون 4 مليون بحيث أنه يبقوا كتلة تصويتية مؤثرة جدا ويحسوا هم كمان بالانتماء وبالمشاركة، فبالتالي ده هيدفعهم كتير جدا لاشياء اخرى. يعني بعد صحيح. كده انا كنت بقول ان هو الملحوظه المهمه جدا وايجابيه جدا انه عندك 32 امراه ده حقيقي يعني، وده عدد يعني اعتقد احنا لسه كمان ما جبناش للتعيين والكلام ده فبالتالي احنا نتوقع ونتمنى انه هذا العدد يعني يبقى 32 ايتم مثلا او يزيد بحيث يكون هناك صوت للمراه داخل البرلمان، ما تبقاش ان هي كوتا يعني ان هي هتيجي في التعيين، لا ان هي قادره، واحنا شفنا نموذجين في امبابه يعني ده برضو يعني شيء بيدينا الامل لازم يكون عندنا احنا دوله عريقه ودوله قديمه في الممارسه الديمقراطيه وفي الممارسه البرلمانيه من 1866، ما يصحش انه ما يكونش عندنا يعني صوت للمراه، صوت قوي وصوت واضح في البرلمان. يعني احنا لسه من يومين بس سامعين انه او عرفنا يعني انه تم اختيار امراه دكتوره جامعيه رئيس لبرلمان او مجلس الاتحادي الوطني في الامارات. صحيح. يعني اتمنى انا اتمنى بقى ان يكون الدوله رقم 2 عربيا اللي بتعين امراه رئيس للبرلمان، وليه لا؟ يعني انا اعتقد ان احنا يعني التجربه بس البدايه ان احنا نوصل بعدد كافي من النائبات السيدات داخل البرلمان، عدد كويس جدا لانه عايزين نعلم بنسب التمثيل البرلماني للمرأة لنسب أعلى. احنا النسب لسه عندنا نسب قليلة جدا بالمقارنة بالدول العربية وبالمقارنة. طب شايف ازاي برضو يعني مشاركة المرأة كمرشحة في الانتخابات البرلمانية؟ لا في مشاركة جيدة جدا يعني ومشاركة فعالة وموجودة وفي نماذج كويسه جدا، نماذج فاهمه ونماذج واعيه ونماذج يعني متخصصه كمان، في اساتذه جامعه وفي متخصصين ويعني وفي عاملين ونشاطات موجودين، نشاطات في يعني في المجتمع موجودين، فنعتقد انه ده برضو انه يغير فكره المجتمع شويه عن مساله المراه المرشحه والمراه البرلمانيه. مهمه برضو تغيير الفكره وتغيير الثقافه عشان حتى يقوم الناخب او الناخبه باختيار المرشحه دي
الاستضيف انا ملاحظ انه في تغير، يعني ان القوائم كمان بتشجع ان يكون من ضمنها سيدات، فيكون عندنا عدد لا باس به وعدد كبير جدا، نقدر نقول انه على الاقل نوصل ل 20% من عدد اعضاء البرلمان من السيدات، لانه ده برضو له مردود في الخارج وله تداعياته في الخارج لصورة مصر او صورة البرلمان المصري في الخارج، وانه في اهتمام بالمرأة وان المرأة موجودة، لانه المرأة عندنا من اقدم يعني السيدات اللي خدت حقوقها السياسية. صحيح، بتكلم في المشاركة البرلمانية في دستور 56، فبالتالي يعني ما يصحش بعد 60 سنة انه ما يكونش فيه تمثيل وتمثيل محترم وتمثيل كافي للمرأة، لان هي الاقدر للدفاع عن قضايا المجتمع وقضايا المرأة بشكل عام. فاظن انه المرحلة اللي جاية دي مرحلة مهمة جدا، اهم شيء بس الناس ندعو الناس انها تنزل، عدم التفات لاي دعوات للاحباط وعدم المشاركة، ويعني عارفة في يعني نغمة عند بعض الناس كده احباط، وده مش عاوزينها، يعني انت بايدك انت اللي بيتغير. يعني احنا يعني تجاوزنا برضو الناس مش واخده بالها ان احنا تجاوزنا مراحل كتيره جدا في الممارسه الانتخابيه. صحيح. احنا كان الاول بنتكلم عن تزوير جوه اللجان، دلوقتي انتهى هذا الامر، احنا بدانا نتكلم دلوقتي كل همنا في ايه؟ في الاقبال. حد كان يتوقع كده؟ يعني لا طبعا، احنا وصلنا لحقوق ربما لم نكن نتخيلها في الممارسة. يعني احنا بعد كده محتاجين يكون بعد كده الاقبال، ده مسألة ثقافة بقى، يعني ازاي عايزين نحول ده ثقافة انتخابية ان ده حقك، وده هيتم يعني عبر سنوات مش كتير، مع انه كمان لازم نفكر في انه نستخدم بقى وسائل التكنولوجيا الحديثة في مسألة. طب اسمح لي، احنا هنقف عند النقطة دي ونرجع لها برضو، لان هي مهمة، موضوع الاقبال وموضوع برضو مشاركة الشباب سواء كناخبين أو مرشحين. بس وقفة للتعرف على أهم وأبرز أخبار المال والأعمال مع أحمد فؤاد، ثم نعود بعدها مشاهدينا لنلقى. أهلا بك. سياسية معروفة، عارف كل المرشحين، الصورة واضحة قدامك، بالتالي عليك أنت اللي تختار وعليك أنت اللي تنزل، عشان ما أجيش أقول والله أشوفه ده برلمان عبر الشعب. طب سيادتك كنت بتتكلم كده، هل نزلت شاركت؟ كنت موجود ولا كنت بتصيف؟ يعني هي المسألة بالشكل ده، يعني لازم يبقى في مشاركة إيجابية، وبعدين عشان يبقى ليا حق بعد كده أنتقد وأقيم. إنما بالظبط، انما يعني بمشاعر سلبيه ولا استطيع ان انا اشارك، بل بالعكس كمان احبط الاخرين، دي ما اعتقدش ان ده مش المطلوب في المرحله الحاليه. لا، انزل وشارك، في شباب موجودين وانا اعرفهم اصدقاء ليا في دوائر كثيره جدا موجودين، واحنا بندعمهم، وسواء منهم اعلاميين او محامين او اطباء الى اخره، نماذج شابه ونماذج مبشره جدا، لان انا بقول ان هؤلاء الشباب، يعني اذا كنا بنقول بنتكلم عن الشباب، لا، في شباب بيشارك. هؤلاء الشباب انا من وجهه نظري اللي هيشكلوا، يعني هنقول بقى ايه، المعارضه بمفهومها الجديد، يعني نواه معارضه محترمه داخل البرلمان ده من هؤلاء الشباب، اللي هو احرص على البلد دي من اي حد تاني، لان هو اللي هو اداه التغيير الحقيقيه، لان هو هيعمل له وللاجيال اللي بعده. فانا من وجهه نظري الشباب اللي داخل في البرلمان القادم، وانا بقول لك اهو، بتوقع ان هيكون في هناك معارضه، لكن معارضه محترمه جدا، معارضه واعيه ومثقفه وقارئه، وتقدر بالفعل تبقى على يسار الحكومه. نعم. من منطلق وطني. نعم. ان انا حريصه على طيب هذا. احنا شكل المعارضه ده برضو حاجه، نقطه طبعا مهمه هنرجع لها، معلش بس اسمح لي، احنا بنقطع حديث حضرتك، بس عايزين نتابع برضو الانتخابات في الخارج كيف تسير. احنا معانا من الخرطوم الاستاذ ايهاب ثابت، مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في الخرطوم، بنرحب بحضرتك استاذ ايهاب. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. وكيف تسير عمليه يعني ادلاء المصريين في الخرطوم باصواتهم في السفاره؟ هو بالفعل في التاسعه من صباح اليوم بتوقيت السودان فتحت السفاره المصريه بالخرطوم ابوابها لاستقبال المصريين المقيمين او المتواجدين بالسودان خلال تلك الفتره لادلاء باصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات البرلمانية. نعم. لاستكمال الخطوة الثالثة من خطوة الطريق لثورة 30 يونيو.
وطبعا السفاره المصريه وفرت برئاسه السفير اسامه شلتوت وفرت كافه التسهيلات اللازمه للناخبين ضمانا لسير العمليه التصويت بسهوله ويسر، وطبعا التاكد من حريه اختيار الناخب المرشحين للبرلمان القادم بشفافيه تامه. طيب استاذ ايهاب، الاجواء هادئه جدا بالنسبه لل اتفضلي فندم. عند حضرتك اي معلومات او احصائيات تقريبا عدد المصريين اللي بيحق لهم التصويت في الانتخابات ايه المتواجدين في الخرطوم؟ المصريين في السودان، انت عارف شكلك ان السودان ومصر بيطبقوا ما يعرف بحريات الاربعه. صحيح. وبذلك تلاقي دايما في توافد بين المصريين من هنا او هناك، يعني بيروح مصر ويجي السودان بصفه مستمره، فعمليه الحصر بتكون صعبه شويه لان المصريين والسودانيين داخلين في النسيج الاجتماعي للدولتين. طبعا. فموضوع ان حد يكون موجود هنا في السودان او موجود في مصر بتبقى العمليه خاضعه لامور كثيره جدا. هو بيتم حصر الاعداد بناء على انتهاء الايام الانتخاب، سواء حد متواجد في السودان دلوقتي بيقدر يدي صوته او الثاني موجود في القاهره، يبقى الامور بتبقى محسوبه بنهايه العمليه الانتخابيه اثناء الفرز. دي جزئيه متعلقه بالحصر الناخبين المصريين في السودان يعني. والاجواء حتى الان هادئه كما حضرتك ذكرت. الاجواء هادئه، وطبعا الاستاذ طبعا وجهت الدعوه لمعظم الجاليات المصريه المتواجده في الولايات السودانيه المختلفه. نعم. من خلال وسائل الاعلام والجاليه المصريه المتواجده بالسودان، وبحيث ان الامور تسير بشفافيه وبهدوء تام. وكذلك الشرطه السودانيه دفعت بقوات من شرطه ولايه الخرطوم لمقر السفاره من الخارج لتامين السفاره تحسبا لاي طارئ في تلك الحاله. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ ايهاب ثابت مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في الخرطوم. نرجع لحضرتك استاذ عادل ونقطه المعارضه، اهميه ان يكون هناك بالبرلمان القادم معارضه، ولكن معارضه واعيه، معارضه موضوعيه، وزي ما حضرتك ذكرت معارضه محترمه تكون يعني جديره بايصال صوت الشعب للبرلمان، والعمل ايضا على تحسين مستوى المعيشه، على يعني الاساسيات والاهداف الرئيسيه، لان البرلمان تم سواء الدور الرقابي او التشريعي. صحيح. او حتى مراقبه اداء يعني انا ضد ان هو يعني قيل انه مساله انه البرلمان ده هيبقى صوت واحد، مين اللي قال الكلام ده؟ يعني برضو لما تيجي تشوفي حتى في الجولة الأولى مين اللي فاز؟ لا، عندك يعني مصريين أحرار، وعندك وفدي، وعندك حتى من أبناء المعارضين القدامى يعني موجودين. يعني أنت بتتكلمي على خريطة برلمانية جديدة بتتشكل، فبالتالي ما حدش يقول لي لا صوت واحد. أنا لسه مش عايز الأفكار المعولبة دي أقدر أحكم بيها على البرلمان. أنا بالعكس، أنا أتوقع ان احنا هنشوف معارضة جديدة هتزيح المعارضة التقليدية عن المشهد السياسي. يعني في البرلمان ده بعتبره انه مخال جديد للحراك السياسي في مصر، او المشهد السياسي او الحزب تحديدا في مصر. هنشوف احزاب هتصعد، هنشوف وجوه معارضة جديدة. صحيح. زي ما بنقول معارضة وطنية حقيقية، مش المعارضة التقليدية مجرد ان معارضة ان انا فزت عن احزاب المعارضة. لا، يعني على الاقل ممكن من جوه حتى اللي احنا بنقول يعني المحسوبين او قيل ان هم يعني على اليمين، هنشوف لا منهم ناس بالعكس كانت اصوات معارضه قبل كده في البرلمان، وهتكون معارضه لانه كل النواب القادمين هيكونوا تحت المنظار. ولانه ده بنقول بقى يعني ده برلمان عليه مسؤوليه كبيره جدا. صح. عليه انه الدستور العظيم ده يحوله بقى لقوانين وتشريعات. دستور زي ما قلت سابقا مكلف وغالي وباهظ الثمن يعني، فبالتالي نحتاج انه الناس تحس انه هؤلاء النواب يعني جديرين باختيار الناخبين لهم، انه مسلوم داخل البرلمان اللي عليه عبء كبير جدا في انه على الاقل يعني يحول هذا الدستور ويطبق الشعارات اللي الناس طلعت علشانها في ثورتين متتاليتين، يعني على الاقل حياه كريمه وعيش والحريه بمعناها الشامل والعداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه، فبالتالي انا اعتقد هو دستور العداله الاجتماعيه، يعني ده هو دستور العداله الاجتماعيه. بس يعني المهم تطبيقها، اذا اتطبق الثلاث اربع حاجات اللي فيه الخاص بالصحه والتعليم والبحث العلمي، ده هو ده العداله الاجتماعيه. انا اتمنى يعني يبقى في
البرلمان ده بمشروعه حاجتين، يعني مشروع الصحة والتعليم. أتمنى أنه يساعد الحكومة بالفعل أن يكون عندنا يعني نظام صحي يعالج كل الفقراء وكل الناس، ما يسيبهمش زي ما احنا بنشوف من وجهة نظري مقابر المستشفيات الخاصة، ويبقى في تعليم يشيل من على عبء الأسر. يعني حجم انفاق رهيب جدا احنا بننفقه على التعليم. طيب الموضوع ده والامور دي حاضره عند اذهان المرشحين يا استاذ عادل بالقدر وبالشكل الكافي؟ انت اعتقد ان نقطه مهمه جدا انا عايز اقول عند المرشحين وعند الناخبين المرشحين تحديدا. يعني انا خلينا بقى يعني نتكلم بلغه العصر الحديث. خلي بالك انه دلوقتي في دلوقتي دول لما يبقى عندها اعضاء ونواب جدد بتجيب شركات تدربهم. ما هو اعتقد هيكون في يعني دوره تدريبيه او دورات تدريبيه لنواب البرلمان عالميه متخصصه في انه كيف يكون نائب برلمان، كيف يؤدي اداء التدريب. دي نقطه مهمه هنتكلم فيها يا استاذ عادل. صحيح. بس بعد هذا الاتصال الهاتفي مع الاستاذ مجدي فلتس رئيس اتحاد الجاليه المصريه والاوروبيه في ايطاليا. بنرحب بحضرتك استاذ مجدي. صباح النور. صباح النور. اهلا بحضرتك استاذ مجدي. وكلمنا عن اجواء ادلاء المصريين باصواتهم في ايطاليا ولا لا، هل بدات السفاره فتح ابوابها امام الناخبين ام لسه؟ طبعا السفاره بدات النهارده، القنصليه المصريه في ميلانو بدات فتح ابوابها وفي ناس بتتوافد نظرا لظروف العمل. برضو الصباح يوم السبت بيبقى نص يوم العمل، ولكن في ناس بتتوافد وفي بلاد جايه من بلاد جنبينا. ان شاء الله باذن الله المرحله الثانيه هتكون اقوى من المرحله الاولى، لان البلاد اللي موجوده في المرحله الثانيه حجزها كبير في اوروبا عامة يعني، وفي ميلانو خاصة ريجون اللومبارديه. بمعنى ايه؟ قطعت ميلانو. يعني حضرتك شايف انه ان شاء الله الاقبال هيكون اكبر في المرحلة الثانية. باذن الله احنا عملنا اقصى جهودنا عشان خاطر الناس تنزل وتشارك في العملية الانتخابية. ان شاء الله باذن الله هتكون اقوى وهتكون مثمرة، وكل واحد لازم يعبر عن عضو مجلس الشعب اللي هيكون في منطقته اللي هيتكلم عنه. عشان يبقى عارف مين هذا الشخص، اتجاهاته اللي بيطالب بيه للمصريين وخاصة للفئات المتوسطة والفئات الضعيفة. أكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ مجدي فلتس رئيس اتحاد الجالية المصرية الأوروبية في إيطاليا. أستاذ عادل ده آخر اتصال، مش هنقطع كلام حضرتك. لا 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 بالعكس، ده مهم جدا إن احنا نعرف، لأنه أعتقد بيبقى مؤشر دايما. يعني دايما نسب الإقبال المصريين بالخارج بتدي مؤشر يعني مؤشر. يعني والنسب على فكرة متقاربة، يعني نسب الإقبال اللي في الخارج وفي الداخل. يمكن المرة دي هيكون في أكتر زي ما قلنا، لأنه خلي بالك برضه الدوائر المره دي او المحافظات اللي هجرة فيها يعني تلاقي معظم ابنائها في الخارج. يعني الصعيد دايما تلاقيه ميال لمناطق الهجرة معينة او الترحال للعمل في مناطق معينة زي مناطق الخليج او ليبيا او كده، انما ممكن يكون المحافظات الموجودة حاليا في المرحلة الثانية في الجولة الثانية بيكون لها نسب هجرة لاوروبا اكبر يعني. فاعتقد انه بالاضافة للعوامل اللي احنا ذكرناها يعني. نرجع بقى لمسألة التدريب، مهم جدا. النواب انا من وجهة نظري مهم جدا، لان احنا لما نيجي نشوف يعني نواب في مجالس مشابهة أخرى في أوروبا أو غيره، لا يعني لازم يكون على الأقل يعرف النائب إزاي تكون طريقة أدائه في البرلمان. يعني إمتى يعني إيه، ما حتى يعرف يعني إيه استجواب، يعني إيه طلب حاطك، كل الكلام ده لازم سؤال. السؤال لازم يدرب عليه تدريب مهم جدا. هما كمان اتدربوا خلاص على التصويت الإلكتروني، ما بقاش عن طريق بالزبط. رفع يعني الأيدي يعني. ما أنا أقول لحضرتك فيه والله حاجات انجازات نتمنى ان احنا نتطور ونبني عليها بشكل اكبر يعني. فبالتالي كمان زي احنا بنطالب بتوعيه الناخبين، لا انا كمان بقول لسياده النائب اللي جاي انت عليك دور، لازم كمان يبقى عندك تحصل على دورات تدريبيه ويكون عندك توعيه. انا عايز اخلصه من فكره النائب القديم تقليدي.
التقليدي وكمان ده دور الدولة هنا طبعا. يعني مسألة يعني أنا كمان مسألة الحصانة دي لازم نعيد النظر فيها في مسألة هو الحصانة فين جوه ولا بره يعني علشان ما نعيدش تاني قصص تجارب سيئة ومؤلمة وبدأنا نسمع عنها أنه بعض النواب اللي نجحوا بدأوا يستغلوا سلطاتهم في مش عارف تخليص أمور إيه وأراضي إيه لا يعني احنا محتاجين نتخلص من كل هذه الشوائب اللي كانت في الماضي أنت داخل نائب مسؤول عن سلطة تشريعية لك حصانة داخل هذا البرلمان في أنك تنتقد ما تشاء وتقول ما تشاء داخل قبة البرلمان إنما خارج القبة فأنت مواطن عادي ليس هناك استغلال لسلطة لا في إشارة مرور بقى ولا في اسم شرطة ولا في أي مكان ولا في مصلحة حكومية ولا الكلام ده ده أعتقد أن الدولة عليها دور في ده وأن البرلمان اللي جاي عليه دور في ده أنت مواطن عادي تؤدي أنت نائب عن الشعب داخل لابد أن تقوم على أكمل وجه بالتعاون بقى والتنسيق مع الأجهزة المحلية دون التجاوز في هذا الدور عشان يكون بعد كده الانتخابات اللي جاية اللي داخل عارف أنه مش هيحقق أي مصالح اصرف زي ما أنت عاوز إنما مش هتحصل فلوس لدول بعض يقول لك هنصرف ونعوض أنا أعتقد ده مسألة الفكرة ده لازم يختلف الخطورة ولازم يتم التصدي ليها وأنا بقول إنه ده دور على الدولة وعلى الأجهزة التنفيذية إنه هو نائب داخل البرلمان ليس نائب مصالح أو بزنس أو تحقيق صفقات صحيح. إلى آخره فأعتقد إنه التوعية والتدريب مهم جدا وعلينا إننا نستعين بالشركات العالمية يعني إنه ندرب نوابنا عشان ما يبقاش عندنا نائب يعني مثار للسخرية ونائب نايم أو بيلعب على يكون البرلمان ده إن شاء الله برلمان 2015 مختلف تماما سواء عن بنسب كبيرة برلمان 2010 أو برلمان برضو 2012 عايزين نائب مختلف بفكر مختلف وتوجه مختلف وشكل البرلمان أيضا يكون صحيح. مختلف إن شاء الله شاء نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عادل السنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع شكرا الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام غدا إن شاء الله بيلقاكم فريق عمل جديد في هذا الصباح ليوم الأحد إلى اللقاء.